السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولادي وبناتي أبطال وشطورات الصف الثالث ثانوي. هنبدأ مع بعض النهاردة حل إكسرسايز 1 من آخر فرع في فروع مادة الماثماتيكس اللي هو فرع الداينامكس. طبعا بالتزامن مع البداية مع الداينامكس هنبدأ الريفيجنز بتاعتنا اللي هي الموجودة اللي هتكون إن شاء الله متاحة أونلاين وهتكون متاحة برضو في السنتر. عشان تتواصل عشان تعرف تفاصيل الريفيجن علشان تعرف تنضم أو تشترك ليها المفروض إنك أنت تكون موجود في قناة التليجرام اللي إحنا هنحط اللينك بتاعها، واللينك بتاعها موجود أصلا في الديسكريبشن من الفيديوز اللي فاتت، وفي مجموعة من الطلبة كانوا انضموا للقناة. هنا هنقول إنه وإحنا بنحل في الداينامكس غالبا مش هنحتاج نعمل سامري في بداية كل فيديو، بس أنا عايزك تتابع كل فيديو وتكتب السامري اللي أنت عايزه أو اللي هي الرولز اللي أنت هتستخدمها في سامري من انتاجك انت. طب ليه اشمعنى الداينامكس بعمل فيها كده؟ لان الداينامكس خلاص احنا اصلا في مود الريفيجن، يعني احنا شغالين داينامكس واحنا بنراجع، فبالتالي ما فيش فرصه انك انت هتنسى حاجه، فهتحتاج انك انت تتقال لك من جديد. السامري بتاع كل الرولز هيكون موجود طبعا في الريفيجن بتاعتنا اللي هي الموجوده، والريفيجن زي ما اتكلمنا وقلنا النظام بتاعها هيبقى عباره عن امتحان قبلي قبل الريفيجن وامتحان بعدي، والبوست هيبقى هيوضح لكم كل الكلام ده. وفي خلال الريفيجن هيبقى عبارة عن شرح جزء في الأول من السيشن، عبارة عن شرح للرولز والسامري بتاعها سريع جدا ملخص، وبعد كده نبدأ نحل مباشرة الأسئلة اللي فيها الأفكار بالتدرج، الأفكار السهلة والأفكار الصعبة على كل جزء. بعد كده السيشن اللي بعدها هنكون احنا خدنا أول سيشن هنعمل فيها امتحان على السيشن السابق، يعني كل سيشن هيكون فيها امتحان على السابق. طب الامتحان ده هيبقى ايه؟ هيبقى امتحان اكيميوليتيف، بمعنى انا لو قسمت فرع من الفروع على جزئين او ثلاثة او زي ما يكون يعني، يبقى انت طبيعي انك انت لما تيجي تشتغل في الفرع اللي انت هتتكلم عنه هتمتحن. يعني مثلا سي ان انا اخدت الكالكولس على 3 شابترز، خلاص انا اخدت الكالكولس في 3 سيشنز. السيشن الاولى شرحنا فيها شابتر 1 و2، السيشن الثانية هنشرح فيها شابتر 3، هتمتحن فيها على مين؟ على شابتر 1 و2. طب السيشن الثالثة هتاخد فيها شابتر 4، يبقى أنت هتمتحن على شابتر 1 و2 و3 في بداية السيشن. طيب لما نيجي ندخل على الفرع اللي بعده اللي هو هيكون السوليد جيومتري، لما نيجي نبدأ في السوليد جيومتري يبقى أنت هتمتحن على الكالكولوس كاملا، هيبقى في معاك امتحانات مستمرة، وهيبقى في عندك متاح تجميع اسئله من الطلبه، الاسئله اللي عندك كلها، وفي ديسكشن في خلال السيشن، لانه انت في خلال السيشن هطلب منك تكليفات، يعني انا لما اشرح افكار معينه هطلب منك ان انت تحل افكار زيها. طيب علشان نقدر نطبق ده احنا هنقسم المجموعات لاعداد، مش هتكون الاعداد كبيره بحيث انه يتاح انه ما يكونش الوقت كبير جدا، الوقت بتاع السيشن هيكون كتير شويه اكتر من اللي احنا معتادين عليه، لكن برضه هنقسم الاعداد بحسب المجموعات اللي هتشترك. تمام؟ طيب الأعداد بتاعتنا اللي هنقسمها دي هتعمل إيه؟ هنتصنف الجروبس بتاعتنا وهنبدأ نمشي. لو في إمكانية لأن إحنا نغير حد ننقله من جروب لجروب من ميعاد لميعاد هيبقى بعد كده متاح، لكن في البداية كله هيبدأ في موعد واحد والتصنيف هيبدأ من بعد أول سيشن. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونحل أول سؤال في الداينامكس. بيقول لي the rate of a change of position vector of a particle move in a straight line with respect to time is called a. انت عندك rate of change of position vector with respect to time، يبقى على طول يا جميل الملامح المفروض ان ده اسمه ايه؟ velocity. هنا بقى هقول لك the rate of change of velocity vector of velocity vector with respect to time، يبقى على طول اللي هو derivative of velocity with respect to time هيبقى على طول مين؟ الacceleration. طب السؤال اللي بعده اللي هو question 3. قبل ما اقول question 3 وزي ما احنا متعودين دايما بنقول الافكار المرتبطه بالافكار اللي عندنا، لو قال لي the change of position with respect to time هقول له على طول ايه؟ velocity. لو قال لي the change of position وسكت وما قالش with respect to time يبقى على طول هتقول ال displacement. يبقى ال displacement هو مين؟ هو ال change of position of body او point with respect، لا مش with respect، مفيش time في الموضوع خالص، يبقى ال change في البوزيشن ده عبارة عن مين؟ ال displacement. طب يلا نشوف السؤال الثالث. question 3 بيقول لي ال x equals t plus 2 all power 2 then ال v equals at t equals 5. طبعا على طول هتعمل derivative الكلام ده وت substitute t equal 5. طب ال derivative ده equals كام؟ equal 2 times t plus 2 times derivative اللي جوه ال brackets اللي هو 1. انت لازم تكون فاهم الكالكلس كويس جدا. انا هقول حاجتين،
اولا لو وقع منك حاجات بسيطه، مش بقول لو الواقع منك الكالكولس كلها، لو وقع منك حاجات بسيطه في الكالكولس انت هتلمها، بالذات شابتر 3 اللي عامله لكم مشكله. ليه؟ لان احنا هنا هنشرح بالتفصيل، فبالتالي هتلاقيني بشرح شابتر 3 كالكولس هنا بشكل كبير جدا. طيب الحاجه الثانيه انك انت لازم تتذكر الرولز بتاعه الديريفيتيف، علشان انا اكيد اكيد مش هرجع اشرح الكالكولس في حل اسئله الدايناميك. Question 3. If x equals t plus 2 all power 2, then v at t equals طبعا الاكس ده اللي هو البوزيشن، صح؟ طيب هو عايز مين؟ عايز الفيلوسيتي، يعني الديريفيتيف. طب ديريفيتيف يعني ايه؟ يعني لازم تفتكر لي كل الرولز بتاعت الكالكولس. يبقى انت اول حاجه هتعمل ديريفيتيف بالنسبه للباور اللي هو 2 تايمز t plus 2 تايمز ديريفيتيف اللي جوه البراكتس اللي هو تايمز 1، خلاص ايكوالز. لما تسبستيتيوت t ب 5 يبقى 5 plus 2 بكام؟ 7 تايمز 2 ب 14، يبقى الاجابه يا جميل الملامح 14. طبعا لو واحد يقول لي اصل دي بتتحل بالكالكليتور، يا راجل ما انا عارف، بس يعني عيب عليك، سؤال سهل. طيب هنا يقول لي الاكس ايكوال ثيرد تي باور 3، تمام. زين الاس حلو جدا. بص يا سيدي، هو دلوقتي عايز ايه؟ عايز كذا مطلوب، ودي احلى اسئله ممكن تفهم منها الدرس. المطلوب الاول اللي هو الاس، المطلوب الثاني اللي هو الفي نوت، المطلوب الثالث اللي هو الاكسلريشن. أول حاجة يعني إيه الـ S at t equal 3؟ يبقى أنت هتجيب S3 اللي هي مين؟ بص يا جميل، هو ده كده بولينوميال ولا مش بولينوميال؟ أه بولينوميال. يعني إيه بولينوميال يا جماعة؟ يعني الـ T ما فيهاش روت، يعني هي مش تحت روت، ومش في فراكشن، هي في الدينومينيتور، تمام؟ ومش ساين ومش كوساين ومش إي ومش لوج وكل الكلام ده. طيب الـ S3 بالنسبة للبولينوميال إحنا قلنا بنعمل لها إيه؟ خلاص بتروح معوض عنها عن مين؟ عن الـ T equal 3 وتشيل الـ constant خالص، معقول؟ آه أنا هحل لك الكلام ده بالـ steps، بس بعد كده أنت في الامتحان ما تعملش كده، يعني أنت في الامتحان مطلوب منك تعمل إيه؟ تقول لي 1 over 3 أهي 1 over 3 times، طبعًا الـ T بـ 3 يبقى 3 باور 3 بلس 4 times 3. طب والكونستانت يا مستر؟ لا يا قلب مسترك، انت هتشيل الكونستانت خالص. يلا ثيرد تايمز الكلام ده كده ب 9 بلس 12 اللي هي 21، يبقى الاجابه 21 اللي هو الاختيار دي. طب يا مستر، نعم يا روح قلب المستر، هو الكلام ده جه منين؟ انا هقول لك، والله انا ما بخترع. بص يا سيدي، لما شرحت لك الدرس قلت لك، والكلام ده احنا قلناه حتى في سكندري 2، تعال نشيل كل اللي مكتوب ده ونبدا نكتب من جديد. لما شرحنا قلنا ان s at t equal 3 هي عباره عن s 3 minus s 0، يعني انت بتعوض في ال x دي مره ب 3 ومره ب 0. لما تعوض ب 3 هيبقى third times t power 3، سوري اللي هي 3 power 3 plus 4 times 3 minus 5. جميل؟ minus ال s 0 اللي هي لما t ب 0، فانت عندك brackets اهو. جميل، البراكتس ده فيه ايه؟ third times 0 power 3 plus 4 times 0 minus 5. شوف لما تيجي تعمل subtraction انت فضل عندك ايه؟ third times 3 power 2 اللي هي ب 9 plus دي 12 وادي minus 5، صح؟ minus ده راح 0 0 ودي negative 5، يبقى minus negative 5. فدايما دايما الكونستانت بيروح مع الكونستانت. طب انا هعمل كده وانا بحل؟ خالص يعيب عليك لو عملت كده. هتعمل ايه؟ هتحل على طول ما دام دي بولينوميال فانكشن. يعني ايه بولينوميال؟ يعني ما فيش تي تحت الروت، ما فيش تي في الدينومينيتور، وما فيش تي في الباور، وما فيش اي باور حاجه، وما فيش لوج، وما فيش ساين ولا كوساين ولا تان ولا كل الكلام الجميل ده. يبقى على طول بتشيل الكونستانت وتعوض عن التي اللي هي ثيرد تايمز 3 باور 3 بلس 4 اللي هي طلعت كام؟ 21. طب عايز الفي نوت، يعني ايه في نوت؟ يعني الفي عند التي ايكوال 0. ايش يعني؟ يعني حضرتك هتتعب نفسك وتجيب لي ديريفيتيف، يبقى الفي ايكوالز كام يا جميل؟ 3 تايمز ثيرد ب 1 ادي تي باور 2 اللي هو الديريفيتيف. انا مش بشرح الديريفيتيف، الديريفيتيف المفروض انك عارفه من الكالكولس. 3 تايمز ثيرد هي، علشان كده حتى في الريفيجن احنا بنريفيجن الكالكولس في البدايه. لو عجبتك ريفيجن كمل معايا بقيه الفيديو، لو ما عجبتكش برضه كمل واتفرج. ادي 4 تايمز 3 تي الديريفيتيف بتاعها ب 4، ادي 4. خلاص يبقى على طول يا جميل الملامح عندك ايه؟ الفي نوت اللي هي الفي ات تي ايكوال 0، هتعوض عن التي ب 0 تطلع 4، يبقى الاختيار بي هو مين؟ اللذيذ. بالنسبه للكويشن او النمبر اللي هي ثيرد ريكوايرد اللي هي اي، طب الاكسلريشن دي مين؟ هي ديريفيتيف المين؟ الفيلوستي، كانت تي باور 2 بلس 4 اللي هي هتبقى تي 2 تي بس. طيب 2t هو عايز الاكسلريشن ات t equals 5، يعني 2 تايمز 5 ب 10. خلاص كده؟ ايوه كده. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question number 5.
بيقول لي ال x equal 4 sin t then ال a equals كام؟ بص يا سيدي دي a سوري دي x اللي هي position. عشان اجيب ال acceleration هعمل ايش يا جميل الملامح؟ هعمل second derivative. يبقى يلا نجيب دي x على دي t اللي هي ال v. ال derivative ده equals مين؟ 4 cosine t صح؟ صح. طب يلا ال dv على dt اللي هو derivative of velocity with respect to time اللي هي ال acceleration equals مين يا جميل؟ negative 4 sin t. بس كده؟ بس كده. هتروح substitute ال t بكام؟ ب pi over 4. يبقى هنا negative 4 sin pi over 4. هنا يا جميل الملامح sin ال pi over 4 اللي هي ب 1 over root 2 times 4 اللي هي بتطلع بكام؟ ب 2 root 2 بس في نيجاتيف ما تنساهوش، يبقى نيجاتيف 2 root 2 اللي هو الاختيار بي. أنا عايز أقول حاجة بس للناس الشباب الحلوة الجميلة بتاعت الكالكليتور، الكالكليتور هي الحل، الكالكليتور ليست هي الحل يا حبيبي لأنك أنت في السكند ديريفيتيف هتضطر تعمل الفيرست ديريفيتيف بإيدك، طب ما هو السؤال ما خدش مني وقت. طيب يلا، طبعًا في حاجات هقول لك لأ اعمل بالكالكليتور على طول ما دام هي هتاخد منك وقت في الديريفيتيف. على طول هنا كويستشن نمبر 6 يا جميل الملامح يقول أدي الإكس زي ما هي. وال ST equals 2.5 then T equals كام؟ هو ال ST هنا بكام؟ لسه الراجل الطيب قايل لي من شويه ان ال ST بنشيل الكونستانت ما دام هي بولينوميال. واحد ذكي قاعد هناك على اليمين انا شايفه بيقول ايه بولينوميال مين يا حاج ده هي اصلا فيها مين؟ فيها هاف. الهاف دي يا حبيب قلبي الدينومينيتور ما فيهوش تي صح؟ يبقى التي كل الباورات بتاعتها مين؟ بوزيتيف انتجرز. يبقى الدنيا ماشيه معايا تمام. يبقى على طول الاس هي مين؟ 3t minus half t power 2. عوض عن التي ب لا سوري قول ان ده كله equals 2.5 يبقى هتطلع التي. طب هعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي هترتب هات لي ده كله في السايد ده فهتبقى half t power 2 بعدين minus 3t جميل جدا plus 2.5 ادي 2.5 equals 0. لو انت مستعجل اعمل على الكالكوليتر اي بي سي اللي هو الاي بهاف والبي بنيجاتيف 3 والسي ب 2.5 ايكويشن عاديه. لو انت شاطر هتعمل ملتبلاي 2 بدماغك كده وتروح قايل لي 2 باور تي باور 2 ماينس 6 تي وبلس 5 ايكوال 0. ما تنساش وانت بتعمل ملتبلاي تعمل ملتبلاي لكل حاجه. طبعا خلاص فاكتورايزيشن على طول هتقول لي تي وتي. عايز تو نمبرز الملتبلاي بتاعهم 5 والسم بتاعهم نيجاتيف 6 اللي هي نيجاتيف 5 ونيجاتيف 1. يبقى يا اما t equals 1 او t equals كام؟ 5 اللي هو الاختيار مين يا جميل؟ الاختيار A. هنا بيقول لي ان ال x equals كلام ده وبعدين بيقول لي normal v equals 4 then t equals كام؟ ولا اي حاجه مش دي ال x derivative الكلام ده بكام يا جميل؟ 6 minus 2t. طيب هو النورم يعني equals 4 يبقى ده معناه ايه؟ انه الكلام ده equals يا اما 4 يا اما نيجاتيف 4 صح؟ لو كان ب 4 يبقى انت عندك 6 minus 2t equals 4 يبقى هتقول لي على طول ال 6 هتروح هناك يبقى نيجاتيف 2t equals 4 minus 6 بنيجاتيف 2 يبقى t equals 1 خلاص؟ طيب لو كانت ب 6 minus 2t equals نيجاتيف 4 6 هتروح هناك يبقى نيجاتيف 2t equals نيجاتيف 10 يعني t equals 5 يبقى انت عندك 5 و 1 برضه. ايه هو كل الاجابات 1 و 5 ولا ايه؟ طيب يبقى الاختيار مين يا جميل؟ الاختيار دي. نروح نشوف اللي بعده. مش عايز؟ لا هتشوف. ادي question number A بيقول لي ادي ال x وبيقول لي normal acceleration نفس الفكره يا جميل. ال x equals t power 3 plus 2 and النورم زي ما احنا قلنا كده كام؟ 12. طيب انت عشان توصل من الاكس توصل للنورم اوف اكسلريشن يبقى هتعمل ديريفيتيف كام؟ مرتين يعني سكند ديريفيتيف. طب يلا الفيرست ديريفيتيف اللي هو الفي ايكوالز كام؟ 3 تي باور 2. طب السكند ديريفيتيف اللي هو الاكسلريشن ايكوالز كام يا جميل؟ ايكوالز على طول 6 تي. طب ال 6 تي دي ايكوالز 12 يبقى على طول التي ايكوالز كام؟ 2. طيب يبقى الكلام ده جميل؟ جميل جدا. يبقى دي الاكسلريشن وادي النورم يبقى احنا خلاص تمام التي ايكوالز كام؟ 2. السؤال اللي بعده بيقول ان الاس ايكوالز نيجاتيف هاف التي باور 2 بلس 2 تي then the motion deceleration. طيب امتى الموشن بتبقى deceleration؟ الموشن يا جميل الملامح هتكون deceleration لو كان الفي والاي ليهم اشارتين مختلفين. طب الكلام ده فين؟ يلا نعمل الديريفيتيف. اول حاجه هنجيب الاكسلريشن الفيلوستي ايكوالز كام؟ negative t plus 2
صح؟ يبقى ال velocity equal derivative اللي هو 2 times half ب1 يبقى negative t plus 2. جميل جدا. طيب ال acceleration يا جميل اللي هي negative 1. طب حلو، هتعمل number line. جميل جدا، هتقول لي ان دي acceleration ودي velocity. ال acceleration كلها negative، ال acceleration كلها ايه؟ negative. طب ال velocity هتخلي لي بالك يا جميل، اولا هتعمل ده equal 0. امتى ده equal 0؟ لو كانت ال t ب2، صح؟ يبقى عند ال 2. طيب قبل ال 2 وبعد ال 2، علشان بس تركز لما ال t belong الانترفال اللي هي مين؟ قبل ال 2 وبعد ال 2 هيبقى عندك ايه؟ عندك طريقتين، يا اما تعمل تشيك يا اما تبقى فاهم ان الساين اوف فانكشن دي لينير فانكشن، يبقى قبل ال 0 بتبقى عكس الساين اوف t وبعدها زيها، قبلها عكسها بعدها زيها لو انت فاكر، او تعمل تشيك. يعني ايه تشيك؟ يعني تاخد ال 1 وتسبستيتيوت، وهنا تاخد 3 مثلا وتعمل سبستيتيوت. طيب لو احنا عملنا قبلها عكسها يبقى قبلها بوزيتيف وبعدها ايه؟ نيجاتيف. هتيجي تقول لي ديسيلريت يعني الساين مختلفه، يعني الاشارتين مختلفين، هنا بوزيتيف وبوزيتيف دي اكسلريت، طب الانترفال دي ديسيلريت. خلي بالك بقى عشان هنا في خدعه كبيره، واحد يجي يقول لي من نيجاتيف انفينيت لحد التو، الكلام ده لا يجوز. ليه؟ لان ده تايم، والتايم بيبدا من مين؟ بيبدا بالزيرو، يبقى هبدا من الزيرو لحد ال2. طب ال2 اوبن ولا كلوز؟ هقول له ال2 اوبن. طب اشمعنى اوبن يا جميل الملامح؟ لانه انت بتاخد البوزيتيف ال2 اصلا الفي عندها بزيرو، فهي ما فيش لا اكسلريشن ولا ديسيلريشن، لانه الفي بكام؟ بزيرو. يبقى انت عندك هنا على طول يا جميل اللي هي فروم 0 تو 2 اوبن، اللي هو الاختيار بي هو الاختيار اللذيذ. question 10 يا جميل الملامح ماذا يقول؟ بيقول ايه؟ بيقول ما تقول يا عم، مش راضي يقول. طيب if the position vector of a moving particle x given by the function، الفانكشن الجميله دي in direction of c، و c ال constant unit vector، then the initial velocity equal negative 4c، يبقى الكيب كام؟ بص يا سيدي، مش دي الكي الاكس سوري، ايوه انت عايز ال velocity، يبقى ال v equals مين؟ ال derivative 3 times third ب1، يبقى هتبقى t power 2 plus k. ليه k؟ عشان ده constant times t. ده equals negative 4 لما t بكام؟ ب0. اشرفني، ما هو بيقول initial velocity، وال initial velocity عند ال t equals 0، يبقى 0 plus k equals negative 4. يعني ال t بكام؟ ب negative 4. السؤال اللي بعده على طول يا جميل الملامح اللي هو question 11، بيقول the position vector of moving particle given by the function in time d where the constant the magnitude of the position vector equals 20 when t equal 4. خلاص لما t equal 4 يبقى الماجنتيود ده ب 20. على طول يا جميل substitute t ب 4، يبقى 4k minus 12 equals كام يا جميل؟ equals 20. صح، يبقى ال 4K equals هتودي دي بلس، فهتبقى 32، يبقى الكيب كام؟ ب 8. خلاص كده؟ خلاص كده الإجابة على طول اللي هي B. لا استنى بقى ثواني كده، الخطأ الشهير، هو بيقول الماجنتيود كام؟ 20. يعني ال 20 دي، ده احنا عملنا الكلام ده من شوية، يبقى ال 20 دي هتاخد تو فاليوز، الفاليو اللي هي ال 20 والفاليو اللي هي النيجاتيف 20، صح؟ يعني ال 4K minus 12 equals negative 20. ودي دي بلس تبقى 4K equals كام؟ negative 8، يبقى الـ K equals negative 2، يبقى الـ K دي يا إما negative 2 يا إما 8، معلش I'm so sorry، يبقى الإجابة الصحيحة اللي هي مين؟ اللي هي الاختيار A. ده غلط وده غلط وده غلط، والاختيار A هو الاختيار الصحيح. خلي بالك بقى من الأخطاء دي، يعني تحس إن هي حاجة حلوة، كويس إن إحنا ربنا يعني يسر لنا إن إحنا نعمل كده علشان أنت تعرف إنك ما تقعش في الغلط ده. ال x equals a t power 2 minus 5 t plus b، وال a وال b are two constants، ال x equals 9 وال t equals 1 وال v equals 17 وال t equals 2 وال b minus a equals كام؟ ده كده ال x، وال a وال b constants، ال x equals 9 لما t equals 1. طيب يبقى لما t equals 1 هعمل substitute لل t ب 1، هقول ان ده equals 1 9 sorry، يبقى a times 1 ب a minus 5 times 1 ب 5 plus b equals 9. جميل جدا، يبقى انت عرفت ان a plus b equals 9 plus 5 ب 14. حاضر، شكرا. الحاجه الثانيه بيقول لي ان ال v equals 17 لما t equals 2. طب ما تيجي نجيب ال v اللي هي الديريفيتيف، الديريفيتيف الكلام ده بكام يا جميل؟ ب 2 a t
ماينس 5 صح؟ لما التي بقى ايكوالز 2 الفي كانت 17، يبقى هتسبستيتيوت الفي ب 2 تبقى 4a ماينس 5 ايكوالز 17. يا سلام على الجمال، يبقى 4a ايكوالز كام؟ هتودي الجميل ده هناك هيديني 22، هيديني على طول 22. طيب يبقى ال a equals كام؟ 5.5. خلاص؟ اه خلاص جدا، هتروح تسبستيتيوت ال a ب 5.5 بلس ال b equals 14، يبقى على طول ال b يا جميل equals كام؟ 14 minus 5.5 اللي هي تطلع بكام؟ 8.5. طب هو مش عايز لا ال a ولا ال b، ده عايز ال a ال b minus ال a، يعني 8.5 minus ال a اللي هي كام؟ اللي هي 5.5، يبقى على طول الإجابة هتكون 3 اللي هو الاختيار B. Question 13 اللي هو السؤال قبل الأخير في المجموعة الأولى من الأسئلة، طبعا احنا هناخد الاكسرسايز كله على بارت واحد مش كل سؤال في بارت يعني. A part can move in a straight line such that the algebraic measure of the displacement given by the relation اللي هي دي displacement. نقطة مهمة جدا هنا انك انت عشان تجيب الديستانس قلت بتجيب مين؟ الفيلوسيتي وتعمل لها ايكوال زيرو. ليه؟ هو كده. يبقى انت يا جميل هتعمل ايه؟ هتروح تجيب الفيلوسيتي اللي هي 3 ماينس 2 تايمز هاف 1 يبقى ماينس تي، دي اللي هي الفيلوسيتي، وبعدين تقول الفيلوسيتي ايكوالز زيرو يبقى التي ايكوالز كام؟ 3. طيب ال 3 دي انا هستفيد منها ايه؟ علشان انا لما اجي اجيب الديسبليسمنت او الديستانس سوري هجيب الماجنيتيود بتاع الاس لحد ال 3 بلس الماجنيتيود بتاع الاس اللي هي ايه؟ اس 6 ماينس اس 3، بما اننا بدانا من الزيرو. مش فاهم، بص يا سيدي، البودي ده وصل الفيلوسيتي بتاعته زيرو في مكان ما، فمعنى كده ان هو حرك او غير اتجاهه صح؟ فبما انه غير اتجاهه يبقى الديسبليسمنت هتتقسم على حسب ال t equal 3، قبلها جزء وبعدها جزء. طب اللي قبل ال t equal 3 اللي هي s 3 minus s 0 اللي هي الديسبليسمنت عند مين؟ عند ال t equal من t equal 3 سوري من t equal 0 ل t equal 3 plus s 6 minus s 3. طيب s 3 يا جميل هتسبستيتيوت ال t ب 3 يبقى هتبقى 3 times 3 ب 9 minus half times 3 power 2 اللي هي half times 9 يعني 9 over 2 plus طبعا s 0 ب 0 عشان t هنا ب 0 خلاص راح s طبعا الكلام ده عشان ما فيش constant s 6 يا جميل اللي هي 3 times 6 ب 18 minus half times 6 power 2 اللي هي 18 minus 18 ب 0. تاني ال s 6 بكام؟ ال S6 اللي هي عبارة عن انت هتسبستيتيوت ال X ال T ب 6 3 times 6 18 minus half times 6 power 2 اللي هي half times 36 ب 18 18 minus 18 0 minus بعد كده S3 يا جميل انت لسه حاسب ال S3 اصلا طلعت بكام؟ اللي هي 9 minus 9.2 اللي هي ب 9 over 2 سوري 9 minus 9 over 2 اللي هي تطلع ب 9 over 2. جميل، يبقى دي عبارة عن 9 over 2 plus 9 over خلاص كده؟ اه خلاص كده. طب يا مستر دي نيجاتيف، ما انا بقول لك ماجنيتيود يا جميل يعني هتخليها ايه؟ بوزيتيف، ودي اصلا كده كده بوزيتيف. يبقى 9 اوفر 2 بلس 9 اوفر 2 تطلع من 9 يبقى الاجابه 9. سؤال مهم جدا وفكرته هي الاهم، انك انت تبقى عارف احنا بنعمل ايه عشان نحل. في الفيرست سيشن 2021 اخر سؤال بيقول لي: The particle start its motion in a straight line such that the velocity given by the relation دي الفيلوستي. الاكسلريشن يا جميل اللي هو ديريفيتيف الفيلوستي، يبقى ده تايمز ده ب 12 تي باور 2 ماينس 2 صح؟ بيقول لي عند تي ايكوالز كام؟ روت 2. يلا نسبستيتيوت التي ب 2 يبقى 12 تايمز ادي تي باور 2 ماينس 2، هتسبستيتيوت التي هتشيلها وتحط مكانها مين؟ روت 2 اللي هو الكلام ده يطلع في الاخر 22 اللي هو الاختيار مين؟ دي. كان سؤال سهل ومباشر جدا وما فيهوش مشكله. هنشوف السؤال اللي بعده من اسئله الام اس كيو، سؤال رسم حلو جدا. اهم اسئله عندنا زي ما قلنا اسئله مين؟ الجراف. اسئله الجراف دي في جزء منها كبير جدا اتشرح في السيشن، وفي افكار شبيهه بيها كتير اتشرحت في السيشن، عايزين بقى نركز علشان نفهم احنا بنعمل ايه. هنا بيقول لي الفي 4، اولا انا قلت لك لما تشوف سؤال ريليشن خد نفس عميق، فاكر انا قلت لك ايه؟ قلت لك خد نفس عميق واعمل ايه؟ واشرب كوبايه شاي. انا قلت تشرب كوبايه ايه؟ شاي، ما قلتش حاجه ثانيه صح؟ هتشرب كوباية شاي
وبعد كده تعمل ايه؟ تروح تدور على هل الريليشن هنا بين الفيلوسيتي والتايم، ولا الفيلوسيتي والبوزيشن، ولا ديسبليسمنت وتايم. يعني لازم تشوف الكيرف اللي عندك ده بتاع ايه. ليه؟ علشان ما تغلطش. طيب ده في، اول حاجه في 4، يعني عند ال 4 الفيلوسيتي كانت 24، يبقى الاجابه 24. ثاني حاجه اس 4. طب انت لما يكون عندك الفي وعايز تجيب الاس، ازاي بنجيب الاس من الفي، من خلال الفي؟ سهله جدا. احنا عندنا ايه؟ عندك الاس 4 اللي هي الديسبليسمنت تل ذا 4 سكند، بتعمل فيها ايه؟ بتجيب الاريا اندر ذا فيلوسيتي كيرف. مش فاهم يا مستر؟ بص يا جميل، انا قلت لك ان انت عندك ديسبليسمنت وفيلوسيتي واكسلريشن، صح؟ لما بتتحرك من الديسبليسمنت في اتجاه الاكسلريشن بتعمل ديريفاتيف، ولما بتتحرك من الاكسلريشن في اتجاه الديسبليسمنت بتعمل انتجريشن، صح؟ يبقى بما اننا هنعمل انتجريشن للفيلوسيتي عشان يديني ديسبليسمنت، يبقى انا هجيب الاريا. الاريا فين يا جميل؟ هتنزل كده بيربنديكولار وتقول لي الاريا اللي هي الاريا اوف تراينجل فروم 0 تو 4. طيب الاريا مين؟ اللي هي هاف تايمز بيز تايمز هايت، صح؟ ادي البيز وادي الهايت. البيز اللي هو كام؟ 4، والهايت اللي هو بحسب الكلام ده قدامي كام؟ 24، يعني يطلع 48 اللي هو الاختيار دي. طيب ايش كمان يا جميل؟ هتروح تشوف المطلوب الاخير اللي هو الاكسلريشن في نفس السؤال. طيب الاكسلريشن في نفس السؤال كان عايز ايه؟ كان عايز الاكسلريشن اللي هو عباره عن مين؟ مش ده الفيلوسيتي؟ ايوه. والاكسلريشن هنا ايه؟ خلي بالك ان الفيلوسيتي لينير فانكشن، يعني الديريفيتيف بتاعها كونستانت، يبقى الاكسلريشن بقى عند ال 3 عند ال 4 عند ال 10 عند اي حاجه ثابته. طيب بما ان هي ثابته، يبقى انت هتجيب الاكسلريشن من السلوب. طب السلوب ده ايكوال مين؟ اه برضه على نفس التراينجل ما تغيرش، هتاخد اوبزيت اوفر ادجيسنت. الاوبزيت اللي هو كام؟ 24، والادجيسنت اللي هو كام؟ 4. يبقى 24 اوفر 4 ب 6، يبقى هو ده المين؟ الاكسلريشن. نشوف السؤال اللي بعده. question 21. question 21 هنا بيقول ايش يا جميل؟ بيقول لي the opposite figure represent the velocity of a لا سوري اوف ا بودي از بروجكتد فيرتيكالي ابورد. يبقى دي الفيلوسيتي اوف بودي بروجكتد ابورد such that the algebraic measure of the velocity v given by the relation اللي هي v equals 4.49 minus 9.8 t. طبعا ده كان سؤال اصلا عندنا في الشرح لو انتم فاكرينه، كان اكزام العادي، وده كان جزء من السؤال. الرسمه دي كانت جزء من السؤال where the v measured by meter per second and the t measured by seconds. بص يا سيدي، اولا ال v نوت، ال v في بدايه الحركه، مش ده ال v؟ انا قلت لك دايما حدد ده v وده t، صح؟ يبقى ال velocity في بدايه الحركه كانت في كام؟ 49، يبقى على طول 49. طب ال velocity at t equals 2، اهو هو حاطط لك بوينت علشان يريحك اللي هي 29.4، ودي برضو كان مطلوب من الحاجات اللي احنا حسبناها وكانت 29.4. ده في الاسندنج، وفي الديسندنج انا فاكر ان هي كانت عند الاف سكند بنيجاتيف 29.4، صح؟ ما علينا، اللي هي كانت تقريبا ديستانس 78.8. ما علينا، انا هسيب ده كله مش هتكلم فيه دلوقتي، لانه لو انت ما شفتش الشرح يبقى انت اكيد مش عارف انا بحكي عن ايه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي الاكسلريشن. طب الاكسلريشن ودي فيلوسيتي، علشان اجيب اكسلريشن يبقى اجيب سلوب. طب السلوب اللي هو الديريفيتيف، صح؟ او العكس، هنجيب ديريفيتيف اللي هو مين؟ اللي هو السلوب. طب السلوب هنا مين؟ هتيجي تقول لي ده لينير، يبقى السلوب ثابت في كل مكان. هتروح قايل اوبزيت على ادجيسنت، صح؟ الاوبزيت اللي هو 49 على ادجيسنت ب 5، اللي هي بتطلع بكام يا جميل؟ اللي هي تطلع ب 9.8. لحد دلوقتي ده كده كويس، بس هو مش صح. ليه؟ لان هو المفروض يكون نيجاتيف. طب ليه نيجاتيف؟ علشان السلوب نيجاتيف، اللاين ده ديكريز، يبقى دي المفروض تبقى نيجاتيف. ادي نيجاتيف 9.8. طيب خلصنا كده؟ لا ما خلصناش. ليه؟ لان هو اصلا مديني الفيلوسيتي، لو جبنا الديريفيتيف هيديني نيجاتيف 9.8 على طول. يعني انا كان ممكن اوصل للحل بدون ما ابص على الجراف. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the body will stop instantly at t equals mean. طب امتى بيعمل stopping؟ لما ال v تبقى 0. والله لو بصيت في الرسمه هتلاقي ال v 0 عند ال 5، يبقى t equal كام؟ 5. the maximum height that the body reach، الماكسيموم هايت اللي هو كام يا جميل؟ الماكسيموم هايت، بص هنا برضه علشان تبقى شاطر، ال body ده اتعمل له projection upward، طلع 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 لحد الماكسيموم هايت ونزل،
في الماكسيموم هايت الفيلوسيتي كان زيرو، يبقى هو ده التايم اللي وصل فيه للماكسيموم هايت صح؟ طيب بحسب الرسمه اللي قدامي الماكسيموم هايت هي عباره عن مين؟ الاريا. ليه؟ عشان الماكسيموم هايت ده ديسبليسمنت، والديسبليسمنت هو ايه؟ انتجريشن الفيلوسيتي. يبقى انت هتعمل انتجريشن يعني اريا، والاريا ايكوالز مين؟ هاف تايمز 5 تايمز 49. طب هاف تايمز 5 تايمز 49 تطلع بكام؟ 122.5 اللي هو الاختيار مين؟ بي. فاضل عندنا كمان اثنين. اول حاجه بيقول لي the displacement from the beginning of projection of the body till the body return back to the point of projection. لو رحت بصيت في الرسمه او بصيت في الايكويشن هزعل منك. ليه؟ هو بيقول لك الديسبليسمنت من البدايه لحد ما رجع لنفس البوينت يبقى الديسبليسمنت بكام؟ بزيرو. نشوف السؤال اللي بعده، اخر سؤال عندنا في الجزء ده من الفيديو، اللي هو الكفر ديستانس فروم ذا بيجينينج اوف بروجكشن. الكفر ديستانس ايه؟ بص يا سيدي، هو مش الماكسيموم هايت 122.5؟ البودي ده طلع فوق 122.5 ونزل 122.5، يعني ده تايمز 2 اللي هي ايكوالز كام؟ 245 اللي هي الاختيار مين؟ دي. طب انا مش فاهم كده، ارجع للرسمه وانا اقول لك. الاريا بتاعت الترينجل اللي فوق هي نفس الاريا بتاعت الترينجل اللي تحت صح؟ بس دي بالبوزيتيف ودي بالنيجاتيف، فانا بما اني بتكلم على ديستانس يبقى هقول له ايه؟ خلي بالك الاريا دي 122.5 والاريا دي 122.5. لو انا بقول ديسبليسمنت يبقى هقول 122.5 ماينس، عشان دي تحت بالنيجاتيف عشان كده اداني زيرو. لكن لو قال ديستانس يبقى هاخد ماجنتيود ده بلس ماجنتيود ده، يعني ده بوزيتيف بلس ده بوزيتيف، يطلع كام؟ الصم بتاعهم اللي هو اخر سؤال. هتقول لي انت في بدايه الفيديو يا مستر قلت ان انت هتحل الاكسرسايز كله على مره واحده، ليه قررت تجزأ الفيديو على جزئين؟ لانه المجموعه الاسئله اللي جايه مهمه جدا جدا جدا، واهم من اللي فات بكتير جدا، وعددها الى حد ما كان كبير، يعني هم تقريبا في حدود 50 سؤال او 45 سؤال مش متذكر. فبالتالي انا محتاج ان انت لما تشوف الفيديو تكون فريش، علشان الناس اللي بتمل اللي هو اللي بيتفرج مثلا يقول لك انا اصل بقالي ساعه خلاص مش هكمل كده. تمام؟ يبقى يا شباب بالله عليكم الدرس الاول ده المفاهيم اللي فيه مهمه جدا، وهتكمل معانا لحد اخر مين؟ لحد اخر الشابتر. هنخلص كده الفيديو نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، علشان بعد كده نرجع نكمل في السكند بارت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.